ارتكاز تحديدا، ليه؟ واخر تمرينه بتاعت امبارح اهتم بالتسديدات. ليه؟ لان الراجل ده مذاكر الفرقه كويس جدا. الخمس اهداف منهم اتنين تسديدات من خارج منطقه الجزاء. عندهم ضعف زي ما قلت لحضرتك، رغم ان هو حارس منتخب اوغندا وافضل حارس في افريقيا، الا ان حته التسديدات ديت بتقع من ايده كتير. وعندهم مشكله زي ما حضرتك قلت في ان هم سنهم كبير شويه، فعندهم بطء، فسهل ان انت تضربهم بتمرير طولي يرتكب ضرب الجزاء مثلا للمهاجم كده. لو عرضنا الصوره اللي بعد كده، الصورتين دول مهمين قوي اللي جايين، اللي هي التسديد اهي. ده هدف الوداد في صن داونز جاي من خلال ايه؟ من خلال تسديده. شوطه وقعت من ايد الجون. دخلت على طول. دي مهمه قوي. يعني هي وقعت ودخلت، يعني وقعت من ايده ودخلت وهم دخلت جون على طول. فده دليل ان هم ايه؟ حته التسديدات. مش يمكن استنى شويه يا سمير، يمكن الصوره تتحرك. اتفضل كمل. فدليل ان ايه؟ ان الهدف الثاني بقى برضو في شباك صن داونز. بص حضرتك، انت النهارده عندك الثلاثه اللي في وسط الملعب عندهم مست التسديدات، احمد فتحي، عمرو السوليه، ندفد. فدي حاجه مهمه قوي. تمام. ان النهارده الراجل في اخر تمرينه، يعني من الواضح برضو انا بكرر هذا الموضوع، ان لاسارتي مذاكر الموضوع كويس، مدرس الفرقه كويس، درس الفرقه كويس. تمام. الهدف برضو جاي في صن داونز من خارج منطقه الجزاء. الصوره اللي بعدها برضو هنلاقي هدف الوداد. بص حضرتك شايط منين؟ النهيري، محمد النهيري، الباك ليفت. من بعيد قوي، ده المعلق قاعد خلاه رونالدو الوداد، كريستيانو الوداد. فهدف واضح ان هم بيشوطوا من بعيد جامد جدا يعني. ودايما بقى بعد كده برضو من نقاط الضعف التمرير الطولي في ظهر دفاعي صن داونز. انا عشان كده فضلت ازارو. ليه؟ لان ازارو اسرع، يبقى ايه؟ سهل ان هو ايه؟ يخليهم يرتكبوا ضربات جزاء. يعني الصوره اللي كانت معانا دي هنلاقي ان هو تمرير الطولي في ظهرهم، ويروحوا المهاجم يروح معاه، تلاقي الاثنين ايه؟ بطاء. خاصه ان افضل مدافع عندهم اللي هو ناسيمينتو مش موجود النهارده. هي الصوره دي، ليه الصوره؟ تمرير طولي في منطقه الجزاء. ده كان في ماتش في دور المجموعات. الكره اتلعبت من وراهم، ارتكبوا ضربه جزاء. ايوه. برده مروان مهاجم، اصله حاله مروان في اخر ماتشات تخلي اي حد يلعبه بصراحة. بصراحه يعني حاله مروان اسوء من ازارو. انا وجهه نظري مختلفه عنك، ان انا ابدا بمروان والعب بازارو الشوط الثاني. الشوط الثاني ممكن. خلينا نروح لتوقيت استقبال الاهداف لسان داونز. الست الاهداف في دوري ابطال افريقيا كله، يعني في مش في المجموعات بس، اخر ربع ساعه في الشوط الاول استقبلوا هدفين، واول ربع ساعه في الشوط الثاني استقبلوا هدفين. دي الفتره اللي هم دايما اهم فتره او اضعف فتره. اضعف فتره، عشان كده حضرتك ايه؟ ازارو ان شاء الله لو نزل الشوط الثاني يقدر يسجل في بدايه الشوط الثاني. بدايه الشوط الثاني. تمام. دي حاجه مهمه جدا. في بقى بعد كده مقارنه بتجمع الكلام ده كله ما بين ارقام النادي الاهلي وارقام صن داونز. اهم حاجه في المقارنه دي هنلاقي ان ارقام النادي الاهلي اعلى بكتير من صن داونز في كل حاجه. ايوه. يعني في سواء هم متساويين، ان الاثنين فازوا ثلاث مرات، اتعادلوا مره. اهم حاجه بس في المقارنه دي، النادي الاهلي بيصنع فرص اكتر. 17 فرصه. النادي الاهلي مضيع فرص اكتر. النادي الاهلي نسبه استحواذه اكتر، يعني 57% صن داونز 48%. ايوه. النادي الاهلي بس الملحوظه المهمه قوي في الحته دي، العرضيات بتاعت صن داونز 11.8 كل مباراه. ده دليل ان الفرقه دي بتعتمد على الاطراف والعرضيات. كل فرق جنوب افريقيا. بس ارقام النادي الاهلي على فكره اعلى منهم في كل حاجه. اهم لاعب يا احمد، قبل بس ما ننهي الفقره دي، اهم لاعب نمسكه النهارده او نركز عليه، اهم اثنين زي ما الراجل اللي صارت عامل كده مقفل عليهم وعامل بلوك، سيرينو اللي بيلعب مهاجم وهمي كده ناحيه الشمال. تمام. وزواني اللي هم الاثنين ناحيه الشمال. عشان كده هو انا توقعي كده، واحد عنده 28 سنه وواحد عنده 33 سنه. 28 و29. 29 انا اسف. اللي هم الاثنين دول. تمام. فالراجل بادئ عامل بلوك. احمد فتحي ناحيه اليمين، محمد هاني واحمد فتحي قدامه، وقدامهم رمضان او جاي على حسب اللي هيبدله، هيحصل سويتشات اكيد. وهيعتمد فكر لاسارتي واضح ان هو هيعتمد على الهجمه المرتده من خلال سرعات رمضان او جاي، التسديدات واضح جدا ان هو دارس الفرقه بشكل كويس جدا، او يعني هو واضح. انا اهم حاجه شايف وجهه نظري في الماتش ده، النادي الاهلي لازم يسجل حتى لو لا قدر الله خسرنا 2-1، افضل من اي نتيجه تانية. مظبوط كلامك. يعني مظبوط 100%. لازم نسجل. تمام. لازم نسجل عشان نرتاح ان شاء الله في ماتش العوده. يا رب ان شاء الله، وتبقى مباراه جيده تليق باسم النادي الاهلي. حللنا لحضراتكم قد ايه بقى بالارقام دلوقتي، بما اننا كنا بنتكلم عن الارقام. بشكرك جدا يا دكتور احمد، وان شاء الله نتقابل ما بعد المباراه. وان شاء الله ان شاء الله.